في ناس كتير قوي تقول لك لا انا ما احبش ولا اشكر حد ولا اعتذر لحد. ايه رايك في الاشخاص دي؟ لا وده مش صحي خالص, لسلامهم النفسي خالص, ومش قيمة تدعم يعني في المجتمع. بالعكس, قيمة الشكر والامتنان قيمة دعت ليها كل الديانات السماوية طبعا, وممكن عندنا في الدين الإسلامي بنقول عليها الإحسان, إن احنا نحسن للغير للمعامل. اختصارا حابة أفرق بس بين الامتنان والشكر. الشكر كله تعبيري يعني خارجي شوية, كلمات شكر للأشخاص اللي قدامنا, هدايا بنعتبرها تحت بند الشكر. الامتنان شعور عاطفي داخلي بأن أنا أرد إحساس العطاء اللي ادهوني الغير, أردهوله حلو جدا بشكل آخر عشان الناس تفهم الفرق بين الاتنين. حلو قوي. أخد من كلامك وأسألك إزاي أعبر عن امتناني للأشخاص اللي بتعامل معاهم أو هم بيتعاملوا معايا, سواء في محيط الشغل زي ما أنا قلت أو في الأسرة أو شريك الحياة أو شريكة الحياة, العلاقات الجميلة اللي بتخلينا نقدر نكمل الحياة. يعني لو بنتكلم عن اتنين أصدقاء, ممكن احتضاني للشخص ده بيبقى تحت بند الامتنان مش بند الشكر, انما ان انا اجيب له هدية ده شكر كده, بشكره على وجوده. الامتنان شعور داخلي شوية, الشكر شعور خارجي زي ما قلنا, كلمات تعبيرية. الاتنين كويسين جدا, الاتنين بيعملوا طاقة إيجابية للشخص المستقبل والمرسل. يعني اللي بيعمل الأكشن واللي بيستقبل كمان. مش كده وبس, حتى في جيراننا الشكر أو نخصص بقى الامتنان اللي هو الشعور العاطفي الداخلي, ممكن يترجم بحاجات كتيرة قوي. إن أنا أقدم أكلة لشخص, إن أنا أعزم زمايلي في الشغل على أكلة معينة وتبقى مفاجأة ليهم, فبالتالي ده شعور لطيف. إن أنا أدي شهادة تكريم لحد من اللي عندي في الشغل, ده نوع من تقدير وتقييم للعطاء اللي هو مديهولي, ومش هتكلفني حاجة خالص. حاجات بسيطة جدا, لكن بتطفي روح إيجابية جدا. وعايزة أقول للناس ده مش بس الأبحاث أثبتت إن ده ليه آثار عاطفية إيموشنلي جيدة وإيجابية, ده ليه كمان آثار جسدية كويسة جدا على الشخص, يعني فيزيكلي على الشخص, بتؤدي لتقليل التوتر, بتخلي عنده صحة القلب بتبقى كويسة. في عالم اسمه روبنز اهتم جدا وعمل دراسة سنة 2017 على مريضات سرطان, وقيم المناعة بتاعتهم عند سماعهم لكلمات الشكر والامتنان من اللي حواليهم. لقى ان المناعة بتزيد عندهم طبعاً, والقلق بيقل, والقدرة على الشفاء الذاتي بيبقى اعلى عندهم. فقد ايه الكلمات دي علشان اوضح جداً. جدا جدا جدا, يعني مش بس عاطفيا, ده جسديا الأبحاث أثبتت إن هي بتقلل التوتر وبتخلي الشخص ينام بعمق أكتر, وبتخلي في أتموسفير كده في طاقة إيجابية بين الأشخاص. زي ما سمعنا كده الكلمة الطيبة صدقة, فدايما اللسان يبقى حلو, ونشكر دايما اللي حوالينا, ودايما بلاش التعالي, ودايما بلاش نبقى حاطين كده روحنا في مناخيرنا وما نبقاش طايقين نفسنا. فعلا الامتنان والشكر حاجة جميلة جدا, ولازم نعبر عن بالكلمات الحلوة دي عن بالناس كمان اللي حوالينا. خليني أقولك وأسألك إزاي ممكن الشكر والامتنان يأثر على العلاقة بين الأزواج ويخلي شكل العلاقة أحسن والتواصل بينهم أحسن والشكل العلاقة نفسها يكون صحي أكتر. أولا هي حاجة جميلة جدا, وفي الصدد ده أنا لازم أنوه لحاجة وبشوفها من واقع الحالات اللي بتتعرض عليا. دايما الراجل المصري كده مع احترامنا ليه جدا, بس بيشوف ان ممكن يبقى تقليل من رجولته ان هو يشكر كتير في مراته. في ثقافة كده يعني باللغة العامية مع تحفظي على اللفظ يتقال له لا هي كده هتتمرع,
لا يا جماعة والله العظيم بيفرق جدا جدا جدا. كلمات بسيطة، لو أكلة كويسة قلت لمراتك تسلم إيديكي، مش هتكلفك حاجة، بتفرق في نفسية السيدة جدا. بما وعايزة أقولك مش بتفرق بس في نفسية طبعا. الست اللي معاه بتفرق في شكل العلاقة اللي بينك وبينها. يعني أنت لما تقول كلمة حلوة ده أكيد عايد عليك بشكل طبعا إيجابي أكتر، لأن العلاقة هتبقى أفضل.